دائما نحن بنعرف واربينا هايتي على انه القضية الفلسطينية هي من اهم القضايا الوطنية الثابتة، وكثير مننا دافع عن هي القضية، ان كان برأيه، ان كان بعلمه، ان كان بثقافته، بادبه، بفنه. اليوم مو بس السلاح هو القرار الفاصل بهي المعركة، ايضا المثقف والفنان كان له دوره وعبر عن رأيه بالقضية الفلسطينية ودافع عن حق العودة وحق الحلم بالعودة الى فلسطين الحبيبة. وقت بنقول الفن والثقافة والادب ونخص اليوم الفن التشكيلي، فن الكاريكاتير فورا حنظلة حيكون حاضر بأذهاننا. هذا الصبي العشر سنوات اللي كان هو رمز للهوية الفلسطينية وكان بتوقيع ناجي العلي، اليوم ما بنعرف حنظلة إذا رح يكبر ويرجع بعد بطوفان الأقصى. أكيد رشا، يعني استضفنا خلال محطتنا الصباحية الماضية العديد من الفنانين التشكيليين الفلسطينيين السوريين يلي كان لهم بصمة مهمة، وأيضا كان للقضية الفلسطينية تحديدا حضور كبير بفنهم ولوحاتهم، لأنه الفن التشكيلي هو من أهم وسائل الحفاظ على الهوية العربية الفلسطينية ووحدة الشعب الفلسطيني. والفنان بدوره عم يوصل رسائل عديدة عم تكون معبرة ومؤثرة وعم تبقى بذاكرة كل حدا فينا. نحكي أكثر مشاهدينا اليوم عن هذا الموضوع، بيسعدنا أنه يكون معنا لليوم الفنان التشكيلي معتز العمري. يسعد صباحا. أهلا وسهلا. صباح الخير. أهلا وسهلا بحضرتك، ودائما بنقول الرحمة للشهداء ونتمنى اليوم نشوف فلسطين محررة، لأنه هذا الحلم هو حلم مشترك. اليوم حضرتك فنان مثقف، حملت الريشة والألوان، وكان عندك رسالة اليوم لتجسيد هي القضية الفلسطينية، خبرنا اليوم عن هي الرسالة. بداية صباح الخير لسوريا، وصباح الخير لفلسطين فيك. وصباح الخير لغزة، العزة والنصر إن شاء الله، والرحمة لأرواح الشهداء في سوريا وفلسطين، والشفاء العاجل للجرحى. والجرح واحد طبعا، يعني الجرح واحد في سوريا وفلسطين دائما. يعني طبعا الانسان الفلسطيني انسان مقاوم، يعني صحيح. الانسان الفلسطيني بيحمل المقاومه من 75 سنه، يعني من احتلال فلسطين من 48، عام النكبه. كان في اصرار عند الشعب الفلسطيني، يعني الانسان الفلسطيني هو بحد ذاته في مقاومه، يعني بتحمل المراه الفلسطينيه الانسان كذا. خلال هاي المراحل كثير مرت على الإنسان الفلسطيني صعوبات من قبل الاحتلال الصهيوني. هلأ أنا بدي أحكي عن الفنان، عن الإنسان الفلسطيني الفنان اللي هو كان عم بيشوف هاي الصور، اللي كان عم بيشوف هاي المراحل من خلال النكبة ومن خلال المراحل الثورة. طبعا مرت القضية الفلسطينية بمراحل متعددة، هي صحيح. من خلال النكبة، بعدين بلشت عملية الثورة الفلسطينية اللي صار فيها سلاح والقتال، ومن هون انطلق العمل الفني اللي جسد هذا الشيء. يعني انطلق العمل الفلسطيني اللي البوستر اللي جسد الفدائي اللي لابس الكوفية اللي صار رمزية للفدائي، القنبلة والبندقية والشجرة والعلم والمفتاح، وبلشت هاي الرموز تكون موجودة وحاضرة، لأنه هي هاي من الموروث المهم أنها تكون موجودة بموضوع القضية الفلسطينية واللوحة الفلسطينية، لأن هي رموز للعودة إلى فلسطين. يعني هي بتشكل الحاضن تبع الفنان، بتشكل المفاتيح تبع اللوحة تبعه للفنان. فلما تكون موجودة باللوحة هون عم تكون اللوحة فلسطينية. يعني فالمهم مهم كتير مهم للفنان أن يكون محافظ على اللوحة الفلسطينية بمعانيها. فهون يعني أنا بشوف موضوع اللوحة الفلسطينية كان له دور وأثر كبير، موضوع القضية الفلسطينية وتأثير كبير بالحفاظ على الهوية الفلسطينية. يعني طبعا هو جنبا إلى جنب، بجانب المقاتل والشاعر والكاتب، فهي أحد أسلحة المقاومة اللوحة الفلسطينية. أكيد أستاذ معتز، قبل ما نحكي عن اللوحات اللي عم تنعرض على الشاشة، خلينا نقول اليوم الفن التشكيلي ممكن نعتبره رسالة من خلاله نحن نوصل كثير من القضايا الإنسانية بالمجتمع، قضايا مجتمع معين. اليوم خلينا نحكي بالتحديد عن القضية الفلسطينية، وين موجودة هي القضية بوجدان الفن التشكيلي؟ القضية الفلسطينية أنا بشوفها من خلال متابعاتي ومشاركات المعارض اللي عم شوفها، وخاصة نحن يعني احنا أعضاء اتحاد الفنانين التشكيليين الفلسطيني فرع سوريا، الفرع الوحيد الحقيقة اللي شغال لهلا بالعالم هو فرع سوريا، وهذا له أثر وتأثير كبير. يعني هذا بدل على المقاومة والحاضنة تبع سوريا للشعب الفلسطيني واحتضانها للمقاومة واحتضانها للفن.
فلما نحكي نحن اتحاد العام للفنانين التشكيلي الفلسطينيين فرع سوريا فهذا كثير مهم. اليوم كثير موضوع القضيه الفلسطينيه في تلاحم بين الفنانين الفلسطينيين والسوريين، يعني انا احنا لما نعمل معرض يوم الارض عندنا معرض سنوي دائم، هذا معرض يوم الارض ما انقطع، هذا ليأكد على تمسكنا بارض فلسطين وحقنا بارض فلسطين، ويعني نحن كامل التراب الفلسطيني هو للفلسطينيين ولكل انسان حر وشريف يدافع عن فلسطين، يعني فلسطين ليست ملك للفلسطينيين، هي قضيه واحده، هي قضيه لكل انسان حر وشريف ومحب لهذه الارض. صحيح. فنحن في كثير من الفنانين التشكيليين السوريين جسدوا هذا الشيء من خلال لوحاتهم الفنيه ومن خلال مشاركاتهم معنا، من الفنانين العرب اللي اشتغلوا على موضوع القضية الفلسطينية، يعني موضوع القضية الفلسطينية موضوع كبير، وأنا دائما بحكي لما شيء يرتبط بفلسطين بيصبح كتير مهم، يعني لما أي موضوع بيرتبط بكلمة فلسطين فبيعطيه أهمية، لأن هي فلسطين بحد ذاتها أرض طيبة، أرض معطاءة، أرض الرسالات، يعني فيها كتير من الأشياء اللي نحن إذا تعمقنا فيها رح نشوف كتير بفلسطين معاني مهمة وأرض الشهداء طبعا. أكيد أستاذ، عم شوف شوية لوحات قبل ما أروح للوقفات التضامنية. اليوم شفنا محمود درويش يتجسد بالثقافة الفلسطينية، شفنا المرأة الفلسطينية ونظرة التحدي والأسرار اللي موجودة للمقاومة، شفنا أيضا القدس محمول على كتاف الأمهات. اليوم الوقفات التضامنية، وكان حضرتكم عندكم وقفة باتحاد الفنانين التشكيليين بفرع دمشق، قد ايه المهم اليوم هي الوقفات، قد ايه ممكن تعمل تأثير بالرأي العام؟ يعني كل حدا اليوم من مجال عمله هو عم يحب يتضامن ويقدم شيء. الوقفات التضامنية طبعا هي كتير مهمة، يعني وأي عمل مثل ما حكيت لحضرتك هو بهاي من خلال هاي الظروف، طبعا نحن يمكن ما نكون قادرين بالوصول إلى أهلنا بغزة أو مساعدتهم بشكل مباشر، أضعف الإيمان أنه نكون نحن معهم من خلال الوقفات التضامنية، من خلال المسيرات، من خلال التعبير عن هذه المحبة وهذا الشعور أنه نحن متضامنين مع هدول الناس، يعني جرحهم جرحنا يعني. فهي الوقفات التضامنية هي رسالة لداخل الفلسطيني ولأهلنا في غزة، وبتوصل هاي الرسائل أكيد يعني، ونحن عم نوصلها وعم يكونوا ممنونين من الشعب الفلسطيني اللي بالشتات ومن الشعب السوري ومن الشعب أي شعب عربي عم يكون واقف بجانبهم. هاي الوقفات التضامنية هي مثل ما حكيت لك هي تأكيد وتعبير عن الوقف بجانب هذا الشعب المظلوم، هذا الشعب اللي عم يتعرض كل يوم للقتل وللتدمير، من تدمير المشافي وتدمير المدارس وتدمير المخابز، يعني هن عم بيستهدفوا كل شيء حي على ارض غزه هلا وعلى ارض فلسطين بالمجمل يعني، وفي جنين وكامل فلسطين. الوقفات التضامنيه كثير فيها تعبير من المحبه ومن الانسانيه، يعني يعني فيها كثير مشاعر انسانيه لما تشوفي الفلسطينيين والسوريين في هاي اللحم الوحده عم يحملوا العلم الفلسطيني والعلم السوري، ومثل ما حكيت لحضرتك هو الجرح واحد دائما، يعني تعرض الشعب السوري لجرح من خلال هاي الازمه اللي تعرضناها بهاي الفتره، فالجرح يعني هن ملامسين للجرح والملامسين لموضوع القضيه الفلسطينيه. وانا كثير بشوف من اصدقائنا الفنانين السوريين من العاشقين لارض فلسطين ومن المحبين لموضوع القضيه الفلسطينيه، فهي الوقفات التضامنيه هي انا بشوفها رسائل مهمه وبشوفها راح تكون بالمستقبل مثل القذائف على اسرائيل، لانه هي يعني كمان احد الاسلحه هاي الوقفات. اكيد اليوم نشوف محاولات كثيره من قبل الاحتلال الصهيوني لطمس هي الثقافه او التراث الفلسطيني او نسبه حتى لهم، خلينا نحكي اليوم قديش ممكن الفن التشكيلي يوثق ويحفظ هذا التراث وهي الثقافه الفلسطينيه. يعني كثير مهم، نحن عم نشتغل من سنوات الفنانين التشكيليين الفلسطينيين من عقود عم بيشتغل على موضوع تأكيد الهوية الفلسطينية من خلال الموروث الفلسطيني، يعني من خلال البيت الفلسطيني، من خلال الشجرة، شجرة البرتقال، شجرة الزيتون، مفتاح العودة الكوفية الفلسطينية البندقية، هاي كلها رموز، نحن قبة الصخرة الموجودة حاضرة دائما اللي هي رمزية لمدينة القدس طبعا، هي دائما حاضرة بلوحات الفنان التشكيلي الفلسطيني أو الفنان اللي بيعبر عن موضوع قضية فلسطين للتأكيد على الهوية الفلسطينية من خلال الزخارف الفلسطينية والثوب الفلسطيني، لأنه إسرائيل في كثير من المراحل هي إسرائيل بس ما عم تحاول يعني تحاربنا نحن كفلسطينيين أو كعرب موضوع القضية الفلسطينية على الأرض وقتل الناس، هي عم تحاول كمان تسلب وتسرق هذا الموروث اللي خاص فينا من التراث الفلسطيني. فكثير من التراث الفلسطيني وزي الفلسطيني اللي هن نسبوا لنفسهم الكوفي اشتغلوا عليها حطوا النجمة بدل حبات الزيتون أو هيك، فهن كانوا عم يشتغلوا على هذا الموروث ليأرجوا للعالم ويسوقوا للعالم ويصدروه إنه هذا الموروث هو إلهم،
فكتير مهم انه نحن تكون هاي الرموز وهي المعطيات موجوده باللوحه الفلسطينيه، لان هي احد اسلحه المقاومه، وتاكيد دائما على الهويه الفلسطينيه انه نحن اصحاب الحق في فلسطين، احنا اصحاب الارض. هاي المعطيات وهاي الموروث وهاي الاشياء الموجوده على هاي الارض هي ان نحن كفلسطينيين وليس كمحتلين صهاينه. صحيح استاذ معتز. وقت لما نذكر الفن التشكيلي الفلسطيني والقضيه الفلسطينيه، احنا امام اجيال تعاقبت على من سنه 48 من لليوم، مرقت اجيال كثير بالقضيه الفلسطينيه. اليوم الفنانين بنظرتك، اليوم تقييمك للجيل الجديد من الفنانين الفلسطينيين، هل اليوم اكيد هو من المؤكد انه اليوم عم يحافظوا على هي الثقافه الفلسطينيه بالفن الفلسطيني، ولكن الظروف اليوم تغيرت، يعني شلون نظرتك اليوم ومن خبرتك كيف عم تشوف الشباب الجداد او الجيل الجديد من الفنانين؟ يعني هلا نحن دائما في عنا اساتذه بالفن التشكيلي الفلسطيني سبقونا، يعني من المدرسين والمعلمين، وهن دائما يحاولوا ياكدوا على اللوحه الفلسطينيه. هلا مثل ما حكيت حضرتك بتمر مراحل، يعني احيانا ممكن الانسان يتعرض لبعض الاشياء يبعد شوي عن الموضوع. صحيح، في اشياء بتجبر الانسان يرجع لها، يعني اليوم موضوع غزة وموضوع اللي عم بيحدث في غزة هو إجباري بده يرجع الفنان التشكيلي لهاي المرحلة، بده يرجع الفنان التشكيلي لأرض فلسطين، بده يرجع الفنان التشكيلي للوحة الفلسطينية. كثير عم بيتأثروا الفنانين الشباب، وأنا عم شوفهم بالمخيمات وعم نتعامل معهم باللوحة الفلسطينية، يعني اللوحة الفلسطينية حاضرة عند الفنان الفلسطيني، الفنان يعني الرواد والفنان الشباب والجيل الحاضر عم تكون موجوده اللوحه الفلسطينيه بمعطياتها، وعم يحاول في تطوير للوحه الفلسطينيه. يعني اليوم نحن كمان عم نحكي على تطوير العمل الفني الفلسطيني، مثل ما عم يشتغلوا اخواتنا في المقاومه على تطوير العمل الفدائي وتطوير العمليات، كمان نحن مطالبين كمثقفين في تطوير اسلحتنا، تطوير اللوحه الفلسطينيه لتوصل للعالم. يعني اليوم العالم مطالب ليشوف لوحه فلسطينيه مثل مستواها على مستوى المقاومه. اليوم يعني دوركم هون بدعم طبعاً الشباب، لنشوف اليوم نفس ثقافي بجيل جديد بيحمل ايضا ثقافه الهويه الفلسطينيه. صحيح، ونحن بس لاحكي نحن عم نعمل ورشات عمل وعم نعمل ملتقيات عم يشاركوا فيها الشباب، وعم تكون فيها اللوحه الفلسطينيه حاضره على الموضوع. يعني نحن عم نحاول دائما بهي الورش نشتغل على الوضع الراهن والاحداث اللي عم بتصير، فعم تكون اللوحه الفلسطينيه خالصه. يعني اكيد، يعني من 7 اكتوبر ومع بدء عمليه طوفان الاقصى، خلينا نحكي كيف اليوم عم نقدر نوثق هي المشاهد المفصليه اللي عم تصير اليوم ضمن ارض فلسطين. طبعا يعني معركة طوفان الأقصى، وهي اسمها معركة طوفان الأقصى، وإن شاء الله راح تمتد للأقصى، هاي يعني هاي امتدادها المعنوي راح يمتد للأقصى، وما سموها طوفان الأقصى إلا هي استمرار للأقصى إن شاء الله. طبعا كثير من اللوحات الفنية بعد 7 أكتوبر كثير بلشت الفنانين يشتغلوا على هذا الموضوع من خلال الصور اللي عم نشوفها، يعني كثير هي صور مؤلمة حقيقة اللي عم نشوفها، كثير بشع اللقطات اللي عم تنعرض وعم يتعرضوا لها الاطفال والنساء في فلسطين، لكن هي مهمه الفنان انه اليوم يوثق هاي اللقطات، مهمه الفنان انه يتم هذا موجود بالذاكره، لانه هي مرحله واكيد راح تمر، يعني اكيد مرحله صعبه على الشعب الفلسطيني وراح تمر، و7 اكتوبر ومعركه طوفان الاقصى راح تبقى خالده في تاريخ وذاكره الاجيال، فيعني راح عم تكون التعبير باللوحات من خلال هاي الصور. اللوحة الفلسطينية مثل ما حكيت لحضرتك عم تقفز، يعني عم تكون على مستوى المقاومة ومستوى هاي العمليات اللي عم تصير، فاللوحة الفلسطينية اليوم وأنا عم شوف اللوحات اللي عم تتنفذ كثير لوحات مهمة عم تتنفذ بهاي المرحلة من خلال فنانين تشكيلي فلسطينيين وسوريين. بعد مرحلة طوفان الأقصى وبعد النصر إن شاء الله أكيد هاي رح يكون لها أثر وتأثير كبير من خلال المعارض اللي رح تقام، وراح تبقى هي كمان صفعه في وجه الاحتلال الصهيوني. شو رح تركزوا اليوم بمعارضكم بعد طوفان الاقصى؟ يعني شو هو اليوم محور الفن الفلسطيني الجديد بطوفان الاقصى؟ يعني شو اكثر شيء اثر فيكم؟ نحن اليوم كعرب قضيتنا وحده، اكيد في خصوصيه اثرت فينا، ولكن اليوم انتم بيبقى الانتماء لهي الارض هو حق العوده وحق مشروع لكم. دائما في حنين ودائما في شيء بيبقى بالقلب، يعني صحيح. شو اكثر يعني اكثر نقطه اليوم شدت الفن التشكيلي او الفنان والمثقف الفلسطيني؟ يعني حكيت لحضرتك هو اكثر شيء بيشد الفنان هو اللي عم يتعرض له شعبنا على ارض فلسطين، يعني هاي الارض اللي هن نحن اصحاب هذه الارض. صحيح. وعم يتعرضوا لنا اهلنا فيها، ونحن غير قادرين على يمكن انه نكون معهم موجودين على الارض، فهون عم تلامس الفنان الفلسطيني انه يعني ما عم يقدر يعبر الا من خلال هاي اللوحه،
ويبعث هاي الرسالة لهم إنه نحن معكم يعني. فكتير هون بتأثر بوجدان الفنان الفلسطيني، حالات القتل اللي عم تصير كلها هاي مشاعر يعني، هي بتصير مجموعة عند الفنان ليعبر فيها عن لوحة يعني، هاي مشاعر الألم والحنين والحزن. هو دائما الألم طبعاً. وطبعاً نحن يعني مثل ما حكيت حضرتك، هي مرحلة هاي مهمة ومرحلة مفصلية في تاريخ شعبنا الفلسطيني للقادم إن شاء الله يعني، إن شاء الله. وللمقاومة وللفن التشكيلي ولكل شيء ثقافي فلسطيني أكيد. ودائما منقول إنه الفن التشكيلي هو سلاح بألف كلمة. خلينا نحكي اليوم الفنان التشكيلي الفلسطيني قد ممكن يتعرض اليوم لصعوبات لتهديدات يعني. بالبداية بالمقدمة حكينا عن الفنان التشكيلي ناجي العلي، حكينا إنه تم اغتياله من قبل احتلال الصهيوني. اليوم قد في فنانين تشكيليين ممكن يتعرضوا للتهديد، حتى في فنانين تم مصادرة لوحاتهم. خلينا نحكي عن هذا الموضوع. بحب أنا أكد على استمرار هذا الحكي، إنه اللي تعرضوا له الفنانين التشكيلي الفلسطيني من خلال عمليات الاغتيال، لأنه هن بيعتبروا إسرائيل كل إنسان بيحكي باسم فلسطين بيعبر عن فلسطين هو إنسان مثله مثل المقاومة يعني، هو عدو بالنسبة لهم. كل إنسان بيحمل كلمة هو عدو بالنسبة لهم. كل صحفي بيلقي كلمة هو عدو لهم. كل إنسان بيحمل ريشه هو عدو لهم. بهاي المرحلة استشهدوا شيء 3 فنانين يعني، في فنانتين استشهدوا بغزة هن وعائلاتهم راحوا للأسف الله يرحمهم يعني. آمين. وعملنا معرض وعرضنا لهم بعض أعمالهم للفنانات اللي يعني استشهدوا داخل غزة. وفي فنان عندنا فنان فايز الحسني فقد عيلته كاملة تقريبا يعني، يعني فقد غالبية أعضاء يعني عيلته يعني أولاده وبناته كلهم راحوا، ما صف شيء قليل من عيلته ومن الفنانين المهمين والملتزمين بالقضية الفلسطينية. إسرائيل دائما بتوجه الصفعات يعني، هي بتحارب كل إنسان عم بيحمل الهم الفلسطيني. قتلوا ناجي العلي، قتلوا العديد من الفنانين الفلسطينيين، قتلوا العديد من الكتاب يعني، إن دائما عم يحاولوا طمس الهوية الفلسطينية من خلال قتل هؤلاء الناس اللي عم بيشتغلوا على موضوع القضية الفلسطينية واللوحة الفلسطينية. فنحن بالنسبة لهم كمان أعداء مهمين بالنسبة لإسرائيل، لأنه في كتير من الأسرى اللي كانوا رحلوهم من أكيد. الفنانين التشكيليين. فالفنان التشكيلي هو كمان عم بيتعرض لخطورة يعني. أنا كتير في كتير الموساد بتنفذ عمليات اغتيال بحق الفنانين. تأكيدا على كلامك أستاذ، كان معنا ضيف بالأسبوع الماضي وهو أسير محرر كان صحيح. من السجون بعسقلان 13 سنة من عسقلان، 13 سنة من الأسر. هو فنان تشكيلي حمل مثل حضرتك هي الرسالة والهوية الثقافية، وخبرنا أيضا أنه هو تعرض للضغط داخل صحيح. السجون، تعرض للتعذيب وتم سرقة لوحات له. اليوم يعني فنان ضمن الأسر يعني، هنا شو خايفين طالما هو ما عنده غير هالألم اللي يعبر فيه عن وجعه داخل هذا الظلام يعني. لأنه هذا هو بيمثل الوعي للإنسان يعني، هاي اللوحة وهاي الكلمة وهي كيف بتمثل الوعي للإنسان العادي. فلو هو لما بيشوف اللوحة وبيشوف اللي عم بيتعرض له، ولما عم يشوفوا هذا الفنان جوا السجن وعم بيرسم القضبان وهي مكسرة والطير وهيك، فهو يعني انه نحن اسرناك ونحن عم نحاول نضغط عليك، بس هو من جواته حر هذا الانسان الفلسطيني صحيح. عم يحاول يسعى للحريه لو من خلال اللوحه اللي عم بيرسمها. حتى قلنا وقتها كان يخبيها بالمخدات صديقنا يعني هو محمد الركوع من فنانين مهمين. تحيه لكل الفنانين اليوم الفلسطينيين السوريين يعني، هذول كانوا معتقل عسقلان ورسموا من لوحات المهمه داخل السجن واللي عبرت عن الحريه وعبرت عن المحبه لفلسطين. وقديش هذا مهم لما تشوف انت فنان داخل معتقل وعم بيشتغل يعني. فانا بشوف الموضوع الفني الفلسطيني كثير مهم، كثير بيلعب دور بهاي المرحله. هو رساله جدا مهمه اليوم صحيح. كل حدا من مكانه اعلاميا فنيا صحيح. ثقافيا ومقاومه. شكرا لك وشكرا لحضورك اليوم، تمنياتنا لكم بكل التوفيق. بنتمنى هيك نشوف طوفان الاقصى بمعرض النصر وبيوم الارض. شكرا لحضورك، نشوفه على ارض فلسطين ان شاء الله. امين. اكيد الفنان التشكيلي معتز العمري، شكرا لك ولوجودك معنا لليوم. شكرا لك.